كان يوم اغبر يوم ما عرفناكم. ده انت وصلت يا جدع والله، الف مبروك يا مرسي والله العظيم ثلاثة والله. ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين والله العظيم. يا الف اعترض. اعترض على ايه؟ انت بتقول كلام كبير. كويس. كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه. يا احمد. مالك؟ يا احمد. مالك بقى يا خراب يا احمد؟ هتخبي عليه ولا ايه؟ يا دي النيله يا احمد. شوف الدناوه بتاعت العالم. العالم هتقطع بعض يا ابو حميد. علي النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح. ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. طب انت عارف ابوه ايه؟ ها bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. لا 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 اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. انت بالذات ما انتش فاهم لانك ما انتش قاعد كويس. انت لو قعدت كويس كلامك هيبقى على مستوى قاعدتك الكلام هيتفهم. ايه ده يا شيخ؟ ايه اللي بتعمله؟ ايه ده يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه يخرب بيت سنيني كده. لا لا بس يخرب عقلك، ده انت مسخره. انا اتهزقت يا اخوانا، انا خلاص بقيت. ولا كلمه. ايوه ما خلاص مش هنتكلم ولا ماني برايح. راح الحال. ماني برايح راح الحال. والله يا توسع بطري والله طفشت، مليت، زهقت. طيب عاد انا الحين بستأذن. طيب انا اوريك شنو ما سمعته. والله العظيم ادوب يخرب بيتك وانت ورانا كل حته. سجل خلاص. اوعى يلا انتوا كلكم عليا. انا خايف. يا سلام. انا واثق من هالشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد.